ابتدائي يعني لسه المحكمه طيب. العليا هتنظر هذا الامر تاني. خلينا افهم ده بوضوح من المستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا سابقا. سياده المستشاره اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل واهلا بضيوفك. اهلا بيك سياده المستشاره. يعني قرات لك تصريحات على الفور انه الحكم هو عنوان الحقيقه، ماذا تقصدين بذلك؟ اقصد انه في مصر دوله وفي مصر سلطات، وفي مصر سلطات تتكامل ولا تتنافر وتراقب بعضها البعض. هذا هو عنوان الدولة الحديثة ودولة القانون يا أستاذ وائل. حقيقة أنا يعني شايفة أنه الحوار الوطني في مصر لابد أن يكون عنوانه الرئيسي هو الاحتفاء بأن في مصر دولة وفي مصر قضاء وفي مصر سلطة تنفيذية قد تأخذ قرارا وقد يراجعها فيه القضاء، وهذا أمر تكرر في تاريخ مصر ليس أول مرة. انا عايز اذكر حضرتك بحاجه خطيره جدا انه في معاهده كامب ديفيد رئيس السادات جزء من يعني التطمينات والتامينات اللي عملها انه اصدر قانون ملحق بالاتفاقيه يعذر على اي معارض للاتفاقيه ان يتولى رئاسه احزاب. فالمحكمه الدستوريه العليا قضت بعدم دستوريه هذا. ده كان في كامب ديفيد. عشان نفتكر بس ان احنا مصر دولة عريقة او دولة لها يعني علينا ان احنا نفخر بذلك. طبعا نفخر بانه في مصر سلطات ومؤسسات تراقب بعضها البعض، وانه في هذا يعني لابد ان نكون مؤمنين بانه دولة القانون هي خضوع الدولة للقانون. الدولة هي سلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية في بعض المساحات. هنا اللي بيتحدث من بعض الزملاء والأصدقاء اللي بيتكلموا عن أنه الشارع بيقول أو كان لازم المحكمة تعمل، القاضي هو الخبير الأعلى بالنسبة لأي قضية أمامه، وهو يستطيع أن يستجلب فيها كل الخبراء وكل المختصين ويعمل صلاحياته في قراءة حيثياته التي سيكتبها. أستاذ محمود عطية أنا بقول لحضرتك، هو القاضي يعرف ترسيم الحدود منين؟ أستاذ محمود ما يعرفش أن القاضي في النهاية يمكنه أن يراجع كل الدوائر المختصة في الدولة وأن يستمع لكل الخبرات باعتبار أنه حين يكون عقيدة يصبح هو القاضي الأعلى وهو الخبير الأعلى. هذا الأمر متكرر على فكرة، هذا الأمر متكرر. شافوا المعاهدة دي؟ طب نسمع يعني لا طبعا لازم يعني أولا ده استخفاف بالقضاء المصري. هذا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، شوف أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بس، ان احنا لازم نبقى مؤمنين بانه في مصر قضاء عريق وفي مصر قضاء مشروعية اسمه قضاء مجلس الدولة، وقضاء مجلس الدولة حين يراقب تصرفات الحكومة او قراراتها او آلياتها المتعددة فهو في هذا يمارس صلاحياته الدستورية وصلاحياته القانونية في اطار انه جزء من الدولة. الدولة دي مش افراد، دولة مش رئيس وزراء ولا السيد رئيس الجمهورية ولا السيد رئيس اي هيئة. الدولة هي صلاحيات تمنح لجهات محددة كل يمارس صلاحياته في إطار دستوري. احنا محتاجين نفتكر المعاني دي في هذه اللحظات، لأنه اللي حصل النهاردة انه في طعن على قرار باعتماد اتفاقية ما سموها زي ما تسموها، رغم حساسية الموضوع وخطورته، انما اي اتفاق يوقعه رئيس الوزراء فهو خاضع لقاضي المشروعية مجلس الدولة. لما مجلس الدولة يقول رأي فيه في حكم فالحكم عنوان الحقيقة إلى أن يطعن عليه وتؤيده أو تعارضه المحكمة العليا. سيادة المستشارة، أهم سؤالين عند الناس، سؤال متعلق في البعض بيقول أنه بعد هذا الحكم حتى نزع من مجلس النواب حتى إمكانية مناقشة هذه الاتفاقية، يعني لم تعد الكرة في ملعب مجلس النواب. بالتأكيد لا يجوز لمجلس النواب أن يراجع ويناقش أي اتفاقية قضية ببطلانها لا شكلا ولا موضوعا من مجلس الدولة. ده حتى الآن أنا لسه في نواب بسمع من نواب سيادة المستشارة إنه مجلس النواب هو اللي هيناقش القضية، وده تغول من سلطة قضائية على صلاحيات سلطة تشريعية. يعني لا لا، هو طبعا لا يوجد تغول. قاضي المشروعية هو قاضي مجلس الدولة، قاضي الدستورية هو المحكمة الدستورية العليا، وحكمهم لابد أن يكون محل احترام من كل سلطات الدولة ومن كل الأفراد.
عشان تبقى في دولة قانون، وإلا إذا إحنا هدمنا دولة القانون فإحنا نهدم الركن الرئيسي للدولة الحديثة. ولابد أننا نرتفع لمستوى المسؤولية الوطنية. طبعا كلنا مع العلاقات الحميمة بيننا وبين الأشقاء في السعودية نؤمن تماما أنه إحنا الأرض العربية كلها لها بالنسبة لنا حرمة مشتركة ومزدوجة بين الجميع، لأنه الأرض العربية كلها حرام على الجميع، والأرض العربية كلها ملك لكل الشعب العربي من المحيط للخليج. أنا أؤمن بهذا لأنه أنا ممن يرون أن هذه الأمة أمة منتهكة، منتهكة في هذه اللحظة، منتهك حدودها ومقاوماتها ومنتهك مستقبلها. فما أحوجنا لأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، لكن على أسس مستقيمة، يعني قواعد الدستور، قواعد القانون تعترف أنه أيضا يعني القانون ولا يمكن أن يكون ولا هناك ولا مش موافقة ولا إيه. طيب هو أنا شايف أنه محترمة جدا الحكم، وأريد أن أكرر مرة أخرى أنه احترام الحكم باعتباره عنوان الحقيقة لا يجوز تجاوزه إلا إذا طعن عليه وقضت محكمة أعلى بما يخالفه، وإلا أصبح ملزما لكل سلطات الدولة. لا يجوز لأحد أن يتهك القضاء المصري. طيب في سؤال هنا، بس قبل السؤال خلينا ناخد رأي الأستاذ صلاح حسب الله، أشوف بس ما